بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى لبل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني موجب دي بناء الآيات اللي هو نسمع، لأن الله سبحانه وتعالى حتى يردقنا شرك يردقنا دي بعبادته، لأنه هتو أوروتو اللي عبادة لا أستحق وهتو أوروتو دي بعبادة لا أستاهل. والله سبحانه وتعالى نهى نهي كامل، يقول الإنسان مثل ربي ورب عد قل أشرك دي بعبادة. وإنسان ربنا وفق يو الله سبحانه وتعالى وفق يو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا طاعة وقرب سبحانه وتعالى وحدة حقوقنا جائز قل يكونيني إنسان عدونا يا رب العالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا قل فدل وقلوا قل افتي وقلوا قل أقرب و قلوب اللي فدل من نطاعتنا يا رب العالمين ونطاعتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأدام اللي أقرب أقرب من أو من قبي أنت أقوم الله سبحانه وتعالى بهداية وفقك وبهداية مننك وبهداية خاصيت ودقك وخاصيك ومؤمن قبلك وتائب قبلك ومستغفر قبلك وقبي رب العالمين أمرك أدام الله وحر إنسان لقب يا رب لي فتي ورب للعادي والنبي للعادي، يعني إنسان كافر إنسان ضدنا إسلام لشقة إنسان ضدنا دين لشقة يقول تفتيو ألبك. عدونا يا رب العالمين عدونا إسلام عدونا النبي صلى الله عليه وسلم أقلو يقول تفتيو وقلت تقرب ديبو وقلت تحليو اللي جائز يكون وواجب يكوني. والله سبحانه وتعالى لبل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الآيات التي في سورة المجادلة قد سمع الله قولة تجادلك نهليت لجدو يعني يمكن 27 تمثلني مهم ترضى المجادلة دي بات الله يد الله. والله سبحانه وتعالى لبل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى دي بالآيات الله بينا قلنا منتر لهم فتى ومنتر لهم أبى ومنتر لهم كره ومنتر أقلوا موالات لهم ودى ومنتر أقلوا لهم السر ومنتر أقلوا لهم التبع وحق المؤمنين قبلنا كفو قد يد ناي ولا وناي برا قبل إغنا منا شرق قنت برا ومنا كيت قنت برا ومنا مكرهات ومنا رب الأبياء ومنا سنعت لحمقات ومنا سنعت لكفر لبديبة ومنا سبو ولا ولا لنا هنا قل ربي قل لقبا
وقل النبي صلى الله عليه وسلم وقل للمؤمنين وقل لأهل الصلاح وقل لأهل التقوى وقل لأهل حق لفرضه وقل لأهل عدل ودو وقل لهم أن نتبع الله سبحانه وتعالى أرئنا وبيلا أصلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمان برب الأبوم وبقيامة بيوم الآخر لتمتعنا الليل مودة ومحبة يقول تقبأ ألبون يقول إنسان الله سبحانه وتعالى ورب الحادد وقل رب الأنعاند ملحد لقبا ناي رب بيتهاجني بدين يتهاجني أنا ديني إحنا لدين أوروكا على كيفو ديبوتو لحدا للسلا وحدا للسلة اللي دين بس دين مساجد ليت أو دو اللي بقول حد أور أورو يتحقق التأمد قال يعني بقويت وقال يعني يعني سبحان الله تعالى بعدم هداية وعدم توفيق أبو بتحامل له من ولاد مسلمين محمد للسمو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أسماءنا أنبياء وأسماءنا صحابة وأسماءنا أهل الجنة للسمو ولكن مسألين لكل لكفار لهم فتوا ولا منافقين لهم فتوا ولا مشركين لهم فتوا ولا شيوعيين لهم فتوا ولا علمانيين لهم فتوا إلهم لرب العالمين للأبو ومنهجنا يا رب العالمين للأبو وكتابنا يا رب العالمين للأبو وسنتنا النبي صلى الله عليه وسلم للأبو ورأينا يا بن آدم لقد دمت كتاب لكتاب نحن منه لقينا رب العالمين دمنا أديد لرأينا نيدي حينك إن حينا وحينك إحنا للبل لا وبالذات إنسان لا ناي رب العالمين يسلح للبل ورب العالمين سيف لرافع وددنا رب العالمين لا 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 لشقة اللي قلت افتيا على بكا وقلت اقرب على بكا وقلت ناصر على بكا وقلت ايد على بكا قلت تبرأ منه بكا وقلت يرمو بكا قبل تبع الحق هلا من قبي وحق للبل وسنيت للبل وعدل للبل وهجينا يا رب العالمين بلا الامر وبلا النهي وبلا مرح وبلا وجه واسكل وجه هلا من قبي اللي ترى الاستحق منا مناصرت ومنا ولاء ومنا تأييد ومنا نصرت ومنا هياب ومنا بطرات ومنا عبد حوت تصف مؤمنين المؤمنين لازم متكاتفين يقول لك بابوم حتى اذا قال لك بابوم حيد يقول اسمع بابوم مؤمنين يقول بابوم الاسلام عزتك الركب اسليماد يبقى لها لا كان تبدا دعوتنا السر ودعات ودقلوك ما سنيت تبلو ما كتب ترباك واروح كتب ترباك وتشفع قلو سنيت ذكر قلو درايات ترافع لقيت اسني تتكبتو تقدمو اسريهو تقبي لوانا يا رب العالمين لرافع ونوانا النبي صلى الله عليه وسلم لرافع وشعارهم لشقة لذي التي تمتوا دائما عزيز قبي دائما عزيز قبي ودائما مرفوع الرأس قبي ودائما مع الحي قبي ودائما وقول قبي ودائما دي بسنيت وجهي وبع الخير قبي والله سبحانه وتعالى تام وقت من يتكبت منه ابتلاء من مطقو محنة من مطقو غلا مشاكل مطقو ظروف من مطقو ومن يتكبت من القدام لكن النبي صلى الله عليه وسلم كفو عانى وكفو أفقره قريش من مكة وكفو عذبه وكفو العذب على وقال أصحابه وكفو سافر على وكفو يتيم من تعبا إلا سيرة الله كلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا من قبي لرأيك لدين لنا أنا ديننا عزت وزيننا قوت ولدين لنا أنا الآخرة نصر وعزت وتمكين وحاكم والعالايت إسلامي قل الإنسان بعيد قل كافر الذليل قل لقباء وحن تكافر قل الذلل وحن تكافر قل الركع يوجبو سليماي حن قل قل رفعبو سليماي عزيز قل لقباء بدينو بتوادع مبال تشدد مبال قولو مبال تطرف باعتدال بوسطيات كما رب العالمين لبيليا مثل لدين لديننا لتخالف سنعد عباي يموديه عاداتنا من عادات حقا سنيت من بناء من أبونا لتأنعات من مجتمعنا لتأنعات سكرة التفنقين هالليت العادات لسنيت النساء وبدينا الرشدة ودي بدينا نعرد لدينا قبل يا من قبي حبابة لدينا أبايا من قبي ونوع علمنا بالله إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعني كمان لرئينا إلهم تبلد أبيوم لكفار ولا مشركين أحيانا ممكن من بيتك قبي أبوك قبي أولادك قبي حوك قبي لعشيرتك قبي الرسول صلى الله عليه وسلم حوابه أبوه أبو طالب يعني بعد الساد قبه صلى الله عليه وسلم توبه أستغفر
لا إله إلا الله بل مسر رب حجتك قلت بقى قلك مسر رب قال حاجة قلك أنت اللي بقوله أوال قريش من بلا الوعلة. والله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم خاطبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله سبحانه وتعالى دايت لليبو اللي دا يقدر لكن اللي قلنا حنا ميت عبرته يعني. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل إن شاء الله.